والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية والشهوات. البدعة أحب إلى الشيطان من الزنا والسرقة وشرب الخمر. لماذا؟ لأن المعاصي يعلم صاحبها أنها محرمة ويأتيها وهو يعلم أنها حرام ويتوب إلى الله عز وجل قريب من التوبة لأنه يخاف من الله وأن يعاقب بذنبه. أما البدعة فصاحبها يرى أنه على حق وأنه على صواب يزين له الشيطان ذلك فلا يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا قل من يتوب من المبتدعة إلا من رحم الله وكثر من يتوب من العصاة. فالمعصية فالبدعة أحق إلى الشيطان من المعصية.